الخساسان عند الطائر أو الشقفة أو التسيف أو بروز عظمة صدر الطائر ليه أسباب كتيرة أوي أوي، ولكن إحنا كهواة لازم نعرف نحدد إيه سبب الشقفة أو الخساسان عند الطائر. هنعرف مع بعض إيه الأسباب دلوقتي في الفيديو. الأسباب إن ممكن يكون إحنا عطينا أدوية كتيرة أوي للطيور، زي مثلا كان عنده دور برد. يعني لسه في أخت من الهواة كدالي النهارده بالذات ان الطائر عندها كان عنده اسهال وسالمونيلا يعني، وعطت علاج للسالمونيلا، وبعدين راحت بعد كده لقت ان السالمونيلا قلبت لكوكسيديا وكوليستريديا، راحت عاطيه مضاد حيوي وعلاجات للكوكسيديا والكوليستريديا، وبعدين راحت بعد ما خف من الطائر من الحاجات دي كلها لقيته منفوش والكلام ده كله وفي زكام عنده، فراحت عطياله ادويه للبرد. الله الله الله، ايه اللي بيحصل يا جماعه؟ طب ما هو بعد كل ده لازم هتيجي في الاخر تقول لي، وده اللي حصل، ان الطائر عندها سيف ما بقاش قادر ياكل، بقى منفوش باستمرار، ضعيف جدا وهزيل. يبقى معنى كده ان حصل ايه؟ ان المضادات الحيويه اللي هي عطتها للسالمونيلا وبعدين للكوكسيديا وبعدين للكوليستريديا وبعدين للبرد، كل ده لود، وكل دي مضادات حيويه عاليه قوي على الطائر. احنا كبني ادمين يا جماعه بناخدوا مضاد حيوي يوم اتنين بيهدنا، فما بالنا لما انا ادي الطائر كذا جرعه كذا جرعه. وطبعا هي انا اقول لكم بقى ايه اللي بيحصل، ان هي بتدي العلاج بتلاقيه ما جابش نتيجه. مثلا العلاج مدته 5 ايام، احنا دايما نقول كده اي علاج لازم تديله فرصته 5 ايام، هي عطت يوم يومين لقت النتيجه مش قد كده، راحت مغيره العلاج، عطت علاج اقوى برضو كملت بيه يومين ثلاثه، لا الله ده مش قد كده، راحت عاطيه الرابع، فضلت على كده او فضل على كده مع الطائر. طب ما لازم الطائر هيتهد وهيضعف وهيخس وهيبقى حالته مش حلوه ابدا. فالمقصود من الكلام ان كثره المضادات الحيويه في العلاجات بتضعف الطائر جدا جدا، ممكن تخليه فعلا يسيف وممكن يخليه لا قدر الله يروح مننا. طيب انا في الحالات اللي زي دي مع المضادات الحيويه العاليه والكلام ده كله، بعد اي مضاد حيوي يا جماعه ادوله فرصته الاول انه يشتغل صح في جسم الطائر، اقصى حاجه 5 ايام تمام، وبعدين احكمه اذا كان ده نافع او مش نافع. تمام، عطيت المضاد الحيوي وبقى معايا اتحسن وبقى كويس وخلصت المده بتاعتي، هفصل بميه بيضة يوم وبعدين ادي بكتيريا نافع. من اساسيات العلاج مع المضادات الحيويه او بعد المضادات الحيويه بالذات بعد تمام، ان احنا ندي لاكت الفورت او بكتيريا نافع. ليه؟ هتفوق لي الطائر من اول وجديد، وهتخلي فيه المناعه تعلى من اول وجديد، هتخلي نفسه تتفتح من اول وجديد، هيبتدي ياكل وصحته هتبقى زي الفل معانا. لكن الجزئيه الاولانيه غلط، ادينا كده بنقول ان من ضمن اسباب التسييف او الشقفه كثره الادويه والمضادات الحيويه، وان احنا ما بنديش بعديه بنفصل مثلا بلاكت الفورت وبعدين اي فيتامين. تاني حاجة ممكن يكون الطائر عندي مصاب مثلا بالديدان، ولكن هنا هنلاقي في فرق صغير قوي ما بين الفرق ما بين مثلا انه تعبان سواء كانكر او سواء اي مرض فطري او فطريات او مثلا من كثرة المضادات الحيوية. الطائر في الديدان بالذات بنلاقيه بياكل ولكن ما بيبانش عليه الاكل تمام، يفضل ياكل 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 وبرده خاسس، يبقى في الحاله دي بعرف على طول ان هو من ايه؟ من الديدان. فعلى طول هدي، انا بفضل البندكس افضل علاج يعني احسن من سترات البيبرازين، لان سترات البيبرازين دايما اقول بتخسس اكتر الطائر، قويه جدا جدا. تاني حاجه مع استخدامنا ليها ممكن تعمل عدم تخصيب عند الذخور، ففي الغالب اللي بيدي سترات البيبرازين بيفاجئ بعد كده ان الذكور عندهم ما بقتش تكسر وما بقتش اصلا تخصب، فالبندكس احسن. طب البندكس برضو بديه قد ايه يا جماعه عشان اللخبطه بس في الجرعات؟ بنديه مره واحده بس، وبعد 15 يوم يعني بعد 14 يوم في اليوم ال 15 ادي الجرعه الثانيه. خلاص كده خلصنا من الديدان وخلصنا من نقطه الادويه المضادات الحيويه والعلاجات القويه، سبب من اسباب التسييف. في كمان حاجه ممكن نلاقي ان الطائر بياكل عفوا من الحبوب، ولكن هقول لكم حاجة بيقشرها بس. طيب بيقشرها بس ليه ما بياكلهاش ما بيبلعهاش؟ لان كده بيبقى فيه كنكر او فيه فطريات موجودة عند الطائر مخلياه يأسأس بس الحبوب لكن ما يقدرش يبلع. يبقى في الحالة دي ان انا هدي ايه؟ هدي حاجات مضادة للفطريات وهدي فلاجيل. طيب ممكن هدي ايه مثلا للفطريات؟ ممكن ادي نستاتين، ممكن ادي نقطة واحدة في الفم،
حلوة قوي، بعديها مثلا لمدة 5 أيام، بعد كده ممكن أدي الفلاجيل. ممكن أقسم اليوم ما بين النستاتين والفلاجيل، يعني أدي الصبح مثلا النستاتين وأدي بعد الظهر الفلاجيل، برضو مدة العلاج 5 أيام. الطريقة دي بتخلي الطيور عندنا، يعني الطائر اللي عنده الفطريات أو عنده ما شابه يعني دي، بتخليه مش قادر يبلع، فعشان كده بيقشر بس، جعان فبيقشر بس وخلاص، لكن عشان يبلع أكله ده ما بيبلعه. دي حاجة من ضمن الحاجات اللي ممكن تخلي الطائر عندي يسيب. طبعا علاجات البرد برضو اللي احنا بنديها الفلوموكس ما بلاقيهوش بيجيب نتيجة، بدي أدوية تانية، كل ده بيأثر تأثير مباشر قوي قوي على صحة الطائر. طيب أنا الطائر عندي الحمد لله خف وبقى تمام من اي مرض، هدي البكتيريا النافعه زي ما انا قلت، هديها ممكن يومين بقت حلو الطائر عندي، يعني شويه اتظبط، بعديها هفصل بيومين ميه عاديه خالص، وابتدي مثلا اشتغل معاه باي فيتامينات. في عندنا سنزوفيت حلو جدا جدا لان داخل فيه فتح للشهيه، وفي مجموعه من الفيتامينات حلوه قوي وتحفه. في كمان عندنا اللي هي الفيتامونت، فيتامونت ممتاز قوي قوي قوي، في مجموعه كبيره قوي قوي من الفيتامينات حلوه جدا جدا، ممكن برضو ادي جرعه من الجرعتين، هناخد 3 ايام الفيتامونت هيبقى حلو قوي قوي قوي. كمان نظافه الاقفاص جنب العلاجات اللي هي الفيتامينات والكلام ده كله، وان احنا نخلي الاقفاص بتاعتنا فيها تهويه حلوه، يعني نخلي مثلا ستاره بلكونه متوربه كده زي ما انتم شايفين عندي، بتجدد الهواء الكتمه زياده عن اللزوم، الطيور بتخليها كمشانه وصحتها مش حلوه. وكان في احد من الهواه بيقول لي انت ازاي حطيتي احواض استحمام للطيور في الساقعه دي؟ عادي يا جماعه، احواض الاستحمام مطلوبه للطيور، استحمام الطيور مطلوب، الطائر عايز يتنفس، عايز ينتعش، عايز يبقى اكتف، كل الكلام ده مطلوب. كمان خدوا بالكم من اللي بيدي الجرعات اللي هي للديدان، ويكون بيزود الجرعات يعني يديها 3 4 ايام وبعدين يجدد بعد، ده غلط يا جماعه، برضو احنا بندي ديدان يوم واحد بس، تمام؟ الطيور بتاعتنا صغيره حجمها مش كبير، مش هتستحمل علاج للديدان جامد. في عندنا ممكن الديدان بنستعمل الشيح، تحفه ممتاز لانه كمان بيغذي وبيطرد الديدان، فده حلو جدا جدا. فعايزه اقول لكم ولا ان انتوا تكتروا في المضادات الحيويه كتير ورا بعض ورا بعض وبعدين تقولوا الطائر ماله، طب الطائر ماله، ما هو لازم حتى من الاسهالات اللي نزلت عنده او الكتيره اللي عنده من المرض اللي كان عنده بيخس طبيعي اوردينري هيخس منك، ولكن تزود العلاج كمان عليه، بدل ما هو مثلا 5 ايام تديله 7 تديله 10، لازم يا جماعه هيضعف هيضعف، وممكن لا قدر الله يروح منك الطائر بسبب ان انت بتدي مضادات حيويه كتير وعمال تغير. وخدوا بالكم بقى من حاجه، ان الكبد في الحاله دي بيتعب. ليه؟ لان الكبد هو اللي بيفلتر الجسم من كل السميات اللي داخله عليه، السميات الكتيره اللي داخله من الادويه والكلام ده كله بتعطل شويه من كفاءه الكبد. عشان كده دايما اقول لكم بعد المضادات الحيويه من المفضل جدا جدا ان انت تدي هيباتيكما مثلا، وانا بفضل الهيباتيكما لانه حلو جدا جدا، لان هو من مواد طبيعيه، يعني اعشاب طبيعيه، فما بيضرش الطائر. هتفاجئ مثلا هتلاقي بعد ما بتدي الجرعات دي من الهيباتيكم او جرعه الهيباتيك ان الاخراج بتاع الطائر عندك بقى لونه اسود قاتم جدا، دي ما تخافش منها لسبب، او ما تخافيش منها لسبب، معنى كده ان الهيباتيكم شغال على الجسم جوه وعمال ينظف وعمال يطهر وعمال يفلتر الجسم من كل اللود اللي احنا عطيناه من الادويه. كمان عايزه اقول لكم على حاجه، من المحبب جدا جدا ان احنا نحط مضاد فطريات ومضاد سموم على الحبوب، لان الحبوب اليومين دول مش متظبطه، برضو بتعمل شويه مشاكل للطيور، مهما ياكلوا منها بتحس ان هم ضعاف جدا من نتيجه السميات اللي على الحبوب دي، فنخلي بالنا من النقطه دي كويس جدا جدا جدا. زي ما انا قلت كده مش هنخاف من حكايه الاسهالات، الاسهالات لها علاجها بس مش هنزود في العلاج. الهيباتيكما خلوه جرعه اساسيه مثلا كل اسبوع، ندي جرعه من الهيباتيكما هتبقى منشط الكلى وهينضف الكلى وهيفلتر الدنيا معانا كويس قوي. شويه ميه الشعير اللي بنحطهم في المزائي برضو بيفوق الطيور اللي عندها تسييف بتبقى او شقفه، بتبقى حلوه قوي قوي لانها مغذيه حلوه جدا وبتنضف كلى وبتنضف الجسم كله، وكمان في نفس الوقت الشعير سهل الهضم على الطيور فبيفوق
بسرعة الطائر عندك، وخصوصا الطائر اللي عنده تسييف. مفيش أي مشكلة، ومستحب جدا إن الطائر اللي عندك اللي عنده شقفة أو تسييف تأكله هاند فيدنج كده، يعني وجبة تأكيل يدوي خلال اليوم، هتلاقوه على طول إن شاء الله بإذن الله بقى صحته زي الفل وبقى مية مية. أرجوكم ما تزودوش في العلاجات ونلتزم على طول، وأنا كمان بقول لنفسي نلتزم على طول بالجرعة اللي هي مثلا الخاصة بالعلاج. قلنا 5 أيام، تبقى 5 أيام أسيب الدواء يشتغل في جسم الطائر، وبعد ال5 أيام أبتدي أحكم إذا كان العلاج ده كان معايا صح وجاب نتيجة ولا ما جابش نتيجة. ربنا يسترها إن شاء الله على طيورنا، وبتمنى أكون رديت على الأخت اللي كانت بتسأل على الحالة اللي كانت عندها. أنا رديت عليها أهو بفيديو، ولو حد عايز أي حاجة يكتب لي في الكومنتات. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.